إن هذه الثورات ثورات مباركة. سبقنا للنصر قوم تونس وشعب مصر الأبطال، وها هم أهل اليمن على مشارف النصر، وقوم أبطال ليبيا لا يتوانون ولا يتأخرون عن تقديم الجثث. أما أهل سوريا فسوف يسطرون بدمائهم صفحة من تاريخ عز هذه الأمة. ثوروا وانضموا. عشير في عيشة ما حدا بدرتيها لشهر، عايشين عيشة كتير صعبة، لا نوم لا أكل لا شرب لا مصاري، عش حادة عش ما شفنا هالعيشة من هالبرة، ما شفنا. حنعيد، كسر الكاميرا ارميها في البحر. ومن المتسمين بطلب العلم من يشجعون على هذه الثورات ويحرضون عليها وينفخون فيها، يريدون بذلك تفريق المسلمين والقضاء على قوتهم، وقد يكونون مغفلين لا يدركون العواقب ولا ينظرون في الأدلة، فهؤلاء يجب الحذر منهم، فإنهم دعاة ضلال ودعاة فتنة، يجب الحذر منهم وأن لا يقبل كلامهم لأنه ضرر على الإسلام والمسلمين. فينبغي أن نعرف إخواني من المتسبب في مثل هذا. إن المتسبب في مثل هذا هم الذين كانوا يدعون إلى تلك الثورة قبل أن تكون. بالأمس دعوا الناس إليها حتى اشتعلت وهاجت وأكلت الأخضر واليابس، واليوم أخذوا يرمون باللائمة على غيرهم. Thank you.
ولا يعرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زواله أسوأ من حالها مع وجوده.